هذا المستوطن الإسرائيلي اقتحم المسيرة السلمية التي نظمها أهالي قرية جب الذيب شرق بيت لحم بمشاركة مجموعة مؤسسات الكنائس العالمية وحركة السلام الآن ومؤسسة الحق الفلسطينية. لك الأرض قل لي لك الأرض هل تغني هذا؟ هل تعمود كان؟ هل تعمود ليه؟ تبايا بايا قل لي لا شي مشان انا عبيد بو منو يعني يلد كاخا شو ما شكرانة ياش لي تخني ياش لي تخنيت مش في اللي جاي ابو وجلاله وهي ارض زراعه ارض خصيبه هاي هذه بقينا كل الحموله عايشه منها كل العيله وهنا يا عم جايين بنا يعني متاملين في الله نرجع نظبطها زي ما بقت ونرجع الشجر اللي خلعوا منها وكسروا ونعاود نظبطها معنا وجديد هذا هو هدفنا احنا بدنا قلت اللي قالها يعني من حقنا احنا هذه ارضنا ومن حقنا ورقنا معانا وكل شيء ثابت فيها يعني ما فيش عليها مشكله من 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 2000 ممنوع منعونا ندخل فيها كانت مليانه شجر مليانه شجر من الاول للاخر لهناك للحد الاصفر هذا ومنعونا ندخل فيها كل مره بنحاول ومره دخلنا مرتين مع المتضامنين ومنها منعونا من عباد بعرف شو اللي صار وبعدين هسه إن اسبوعين بنيجي عليها وما شاء الله ماشي الوضع هسه فيش جيش وفيش شيء وفيش مشاكل بدنا نرجع إليها نستثمرها ونزرعها ونعمرها. قرية جب الذيب التي تحيطها مستوطنات صهيونية أبرزها مستوطنة إزدبار ومستوطنة كيدوميم ويمنع الاحتلال دخول الأهالي لأراضيهم على الرغم من وجود أوراق طابو بملكية خاصة للفلسطينيين. طبعا المستوطنين استشاطوا غيظا وبحاولوا انهم يعملوا مشكله، اجى الجيش، طبعا الجيش لن يكون معنا، راح يكون معاهم. والشرطه لن تكون معنا، راح يكونوا معهم، ولكن في النهايه انت موجوده على ارضك، وانت يعني سلاحك في هذه المعركه ايمانك بالله وايمانك بالهدف وعداله قضيتك فقط. نحن لا نملك لا مفر من الله الا اللجوء اليه. هذا مصيرنا كفلسطينيين. نحن ندق ناقوس الخطر انه على القياده السياسيه على القياده السلطه الفلسطينيه اعاده النظر في قراءه الامور وتسليط الضوء على قريه جب الذيب. اعتداءات متكرره ينفذها الاحتلال ضد اهالي القريه لاجبارهم على ترك ارضهم. أبرزها قطع المياه والكهرباء واقتحام القرية ليلا بالخيول لإرهاب الأطفال والنساء. كل هذه الاعتداءات جعلت 21 عائلة يهجرون من بيوتهم قصرا من هذه القرية. بأسلحتهم المدججة يحاول جنود الاحتلال إرعاب المتواجدين في هذا المكان والسيطرة على هذه الأرض على الرغم من ملكيتها الخاصة لفلسطينيين. لفضائية الحقيقة الدولية وعد الكار بيت لحم فلسطين المحتلة.